بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. عاوزين تعرفوا أصل تناقل الأخبار وانتشار الشائعات وتواتر الأنباء إيه؟ فتش عن الطفل الفتان. كل مراسل أخبار ناجح بالتأكيد كان بيمرن نفسه هو صغير على نقل أخبار البيت كلها عند ماما. مشروع وكالة أنباء بتبتدي تشق طريقها في البيت وبتتغذى على أخبار من نوعية إيه؟ أخويا ضربني، أنا لقيت أختي واقفة قدام مرايتك يا ماما وبتحط روج، الحق يا بابا عمر دخل المكتب عندك وبيشخبط في ورقك. فكركوا عمر بقى ممكن يعديها لأخوه أو لأخته، يعني اللي تسببوا في القبض عليه متلبس وهو بيعمل جريمته النكراء وبيشخبط في الورق المهم اللي بابا شايله؟ أبدا، هتحصل عملية تربص لأول غلطة يعملها أخوه اللي فتن عليه، وأول ما يظبطه السارينا بقى تشتغل بعلو حسها. والحق يا ماما لو جدت سندوتشاتها لصاحبتها في المدرسة وما كلتهاش، وعلي قطع التيشيرت بتاعه، ورانا ما خلصتش الواجب بتاعها، وياسين قاعد بيتفرج على الكرتون وما قامش زي ما قلتيله، وإسراء دلقت العصير على الايه على السجادة. وهي الحياة ايه في البيت غير شوية عيال عمالين يفتنوا على بعض ويتخانقوا مع بعض نتيجة ان هما بيفتنوا على بعض، وطول النهار لسنة ما بيبطلش: يا ابني يا حبيبي ما تفتنش على اخوك، مالكش دعوه كل ولا ما كلش، ذاكر ولا ما ذاكرش، يعني خليك في حالك، اياك تيجي تحكي لي على اخوك اي حاجه من ورا تاني. فطبعا الرد في ساعتها يبقى ايه؟ ماشي ماشي ماشي. وبعد 3 دقايق بالعدد تلاقي الخبر الجديد جايلك طازه. الحاجات مهم، يعني ان الحاجات اللي بتحصل في البيت بقى الاب والام يعني هيشوفوها ويكتشفوها هيكتشفوها، سواء بقى رويتر أو وكالة أنباء الشرق الأوسط قاموا بمهمتهم أو ما قاموش. وبالتالي الأب والأم يعني مش بيبقوا عاوزين خوتة وتعليق على الأحداث كده كل دقيقة. إنما الموضوع ده بيبقى مفيد في حالة إيه؟ في حالة واحدة، لما بيبقى الولاد مثلا بيبقوا في النادي أو في المدرسة أو في أي مكان بعيد عن عينين ماما وبابا، فطبعا مراسلنا من قلب الحدث بينقل لنا اللي بيحصل بحذافيره، وبالتالي بيكون الموضوع ده يعني احيانا مفيد اننا نعرف ايه اللي بيحصل واحنا مش معاهم. طيب يا ترى دي فتنه بقى برضو ولا مش فتنه؟ وفكره اننا دايما مثلا اي ام بتقول لبنتها احكي لي على كل حاجه وما تخبيش عليا اي حاجه، طب ما ده كمان ممكن يشجعها على ان هي تفتن، ما هي مش هتعرف تفرق بين ايه اللي تحكيه ويبقى مفيد وايه اللي تخبيه وما تحكيهوش، لانه يعني ممكن يندرج تحت مسمى الفتنه. في كمان سؤال محيرني، يعني تقريبا كل العيال يبقى عندهم الحته بتاعت نقل الاخبار دي، انا ما شفتش بيت ما فيهوش الحته دي، كل الاطفال تقريبا كلهم بيفتنوا على بعض. ايه بقى اللي يخلي واحد كان طفل طبيعي زي ولادنا يعني بينقل الاخبار عادي كده وبيشتغل رويتر وهو صغير، ايه اللي يخلي الطفل ده لما يكبر يبقى كتوم وما تعرفش تطلع منه الكلمه غير بطلوع الروح؟ وايه اللي يخلي واحد تاني من اللي بينقلوا الاخبار مكمل في موضوع نقل الاخبار ده بقى، ولا وزود بقى لسانه بقى متبري منه وبقه ما بيتبلش فيه فوله؟ هل ده طبع ولا وراثه ولا ده طريقه تربيه؟ احنا هنسال دكتور ايهاب عيد عن الموضوع ده، وكمان حضراتكم تقدروا تتصلوا بيه وتسالوه اي سؤال خاص بسلوكيات اطفالكم، بس بعد فاصل قصير.